بشكل عام رأيك ايه في بطولة اليورو هذا العام؟ هل هي بطولة قوية ام بطولة لم تظهر مباريات كثيرة جميلة عكس البطولات الماضية؟ لا. كما تعرف أن الجميع كان يلعب بهدف تحقيق نتيجة، ولكن جمال الكرة ظهر في أداء المنتخب الأسباني. رأينا أفضل اللاعبين في العالم يلعبون مع المنتخب الأسباني، وأيضا بالنسبة لإنجلترا لديهم فريق قوي جدا، ولكن لم يلعبوا للأداء مثل منتخب إسبانيا، ولكنهم لعبوا للنتيجة فقط. فلدينا النوعين في البطولة. وبالتالي هسألك على ضوء ما قدمته إسبانيا من أداء ممتع في هذه البطولة وأداء عملي بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، توقعاتك للمباراة النهائية؟ النهائي بين أفضل فريقين في البطولة. نعم، أعتقد أن النتيجة ستكون 1-1 في النهاية، وكلا الفريقين لديهم أفضل لاعبين في البطولة، أفضل هجوم، أفضل دفاع. إسبانيا ربما لديها كرة أفضل، كرة منظمة أفضل، وتحضير أفضل من المدافعين، ولكن لدينا أيضا فيل فودن، لدينا أفضل فريقين وصل إلى النهائي، لدينا مشجعين كثر للفريقين في ألمانيا، ولكن أستطيع أن أقول أنه سيكون لدينا مباراة جيدة جدا غدا.